ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بتعرض النائب عبير موسي للاعتداء داخل البرلمان، وقال إن الاعتداء على موسي أمر مرتب منذ 3 أيام، وطلب بمحاسبة كل من يلجأ إلى العنف في مؤسسات الدولة. هذا وقد تولت ردود فعل غاضبة على الحادث من شخصيات ومنظمات عديدة وسط مطالب بمعاقبة المعتدي. صرخات استنكار من سياسيي تونس اعتراضا على ما تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من اعتداء في البرلمان. الرئيس قيس سعيد شجب الحادث مؤكدا ضرورة محاسبة كل من يلتجئ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة، وأضاف أنه يعلم جيدا أنه تم ترتيب لهذه العملية منذ 3 أيام من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. هذه فرصة لأندد بالعنف الذي حصل يوم أمس، ولكن أعلم جيدا أنه تم الترتيب لهذه العملية منذ 3 أيام اليوم. ألا نندد بالعنف حتى وإن كنا نختلف مع الأشخاص الذين يتعرضون للعنف، ويجب محاسبة أي شخص يلجأ للعنف. رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي استنكر هو الآخر تعرض موسي للصفع من قبل النائب السابق في ائتلاف الكرامة الصحبي صمارة، وقيام رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بضربها كرد فعل على محاولتها وأعضاء كتلتها تعطيل أعمال البرلمان. الغنوشي ذكر أيضا بحق مكتب المجلس في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وفق صلاحياته، بينما توالت ردود فعل مماثلة من منظمات وشخصيات تونسية شجبا للحادث. الخلافات والعنف في البرلمان التونسي ليس بالأمر الجديد، فالحكومة كانت قد قررت قبل أيام مقاضاة موسي وأعضاء كتلتها بعد قيامهم بطرد وزراء من مبنى البرلمان، بينهم وزيرة المرأة إيمان هويمل. كما أن النائبة عن حركة النهضة يمين الزغلامي اتهمت كتلة موسي بممارسة عنف ممنهج لتعطيل أعمال المجلس، فيما أوضح آخرون أن الغرض من العنف هو تحويل الأنظار عن قضايا البلاد المهمة. معنا عبر خدمة سكايب من تونس نزار مقني، كاتب صحفي ومحلل سياسي. سيد نزار، أهلا مرحبا بك. ربما تصريح لافت جدا من الرئيس قيس سعيد حينما يقول إن هذا الحادث مرتب له لثلاثة أيام، يعني هذا شيء بغض النظر عن المصادر ربما التي يستند إليها الرئيس، ولكن من يقصد تحديدا؟ شكرا على هذه الاستضافة. من هو يشير إلى يعني أعدائه داخل المجلس النيابي، وأقصد بذلك حركة النهضة بالأساس، وكذلك يعني كتلة قلب تونس. وهذا يعني يريد قيس سعيد أن يقول أن هذا الاعتداء جاء ليغطي على جملة من الأحداث التي مرت بها تونس في هذا الأسبوع، وأبرزها يعني النشر هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي لتقرير خطير يعني يتهم فيه قاضي بارز في تونس وهو بشير العكرمي يعني بعديد الاتهامات، منها تزوير أحكام، ومنها كذلك يعني توجيه قضايا إلى غير محلها، وكذلك عدم إحالة قضايا على أعين أنظار العدالة والمحاكم. وقد يبدو مثل هذا الحدث هو الذي يغطي على الحدث، يعني حدث اعتداء على عبير موسي قد يغطي على الحدث الآخر، وهو حدث كشف مثل هذا التقرير، خاصة أن هذا التقرير هو يعتبر تقرير سري، وكذلك هو تقرير طالبت يعني وزارة العدل سحبه من مجلس الأعلى للقضاء. طيب، وقد يكون لذلك قال رئيس الجمهورية مثل هذا الكلام، أنه يأتي لإطار تغطية على حدث آخر بارز، وهو كما قلت لك هذا التقرير. سيد نزار، يعني هل سيكتفي ربما الرئيس بالتنديد فقط، أم هناك ربما خطوة يمكنه اللجوء إليها استنادا إلى ما يخول له الدستور من صلاحيات؟
قد لا يذهب كثيرا نحو يعني ان يتخذ يعني اجراءات، لان لا توجد صلاحيات تخول له ذلك، لا توجد صلاحيات لرئيس الجمهوريه حسب هذا الدستور تخول له ذلك للقيام ببعض الاجراءات لتتبع مثل هؤلاء يعني النواب، خاصه وان عديد النواب يعني هم اليوم محل يعني محل تفتيش من قبل القضاء، ولكن يتحصلون وراء حصانتهم الدستوريه، ومثل هذه الحصانه كانت يعني محل مزايدات سياسيه بين رئاسه الجمهوريه من جهه، وكذلك يعني البرلمان، وخاصه رئاسه البرلمان ومكتب البرلمان من جهه اخرى. اذا نفس يعني هذه المطالب، مطالب التي يطالب بها قيس سعيد، لا تجد اذانا صاغيه من قبل البرلمان، خاصه وان هناك اجراءات معينه يجب اتباعها لرفع الحصانه عن النواب المطلوبين لدى العداله، وخاصه منها يعني ان يتم تقديم طلب من قبل القضاء الى مكتب المجلس، ثم يبت مكتب المجلس في قائمه هؤلاء الاعضاء، ثم يحولها يعني يحيلها الى اللجنه الخاصه للنظر فيها، ولجنه الحصانه والقانون العام، ثم هذه اللجنه تحيل على اخرى على الجلسه عامه، وتكون هذه الجلسه العامه مغلقه وغير يعني لا تبث للعموم للتصويت على مطالب رفع الحصانه. لو نتحدث كذلك على ربما موقف الاتحاد العام للشغل كذلك ندد بهذه الحادثه، ما خطوته المقبله؟ هو يعني الاتحاد العام التونسي للشغل كثيرا ما يعني قال في عديد المناسبات الاخرى، حتى منذ يعني الفتره النيابيه الاولى، تعرض لي مثل هذه يعني الحوادث، وخاصه حوادث الاعتداء، وقال انها سوف تجد استشارة حتى الى الشارع التونسي، خاصه وان مثل هذا الجو المريب، الجو الساخن داخل تحت قبه المجلس، قد يجد طريقه سريعا إلى الشارع، خاصة مع ما تعيشه تونس من أزمات صحية وكذلك اجتماعية واقتصادية كبيرة وكبيرة جدا. إذا ما يحدث تحت قبة البرلمان قد نجده يعني بعد يعني فترة، إذا لم يتم يعني فرملة مثل هذه الحوادث، قد نجده موجودا في الشارع، وهذا يعني حتى مد ابن عليه في مره فارطه كانت هناك يعني حادثه بالعنف داخل مجلس نواب الشعب بين عبير موسي وكذلك بين كتله ائتلاف الكرامه، ثم يعني سريعا ما تحولت الى محاوله تجنيد من هذا الجانب وهذا الجانب في الشارع، وكدنا ان نقول ان تونس سوف تذهب نحو سيناريو عنف كبير، لولا يعني ان هناك يعني بعض العقلاء، وخاصه منهم يعني الجمعيات المدنيه مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وغيرها من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني، التي يعني قامت بفرمله مثل هذه المحاولات، والحمد لله يعني لم تجد مثل هذه المحاولات طريقا نحو التصادم المباشر في الشارع التونسي. مفهوم هذه النقطه. الحادثة جرت على خلفية ربما مناقشات كانت يعني تجرى تحت قبة البرلمان لتمرير اتفاقية مشبوهة كما صرحت بها عبير موسي، هكذا تحدثت لوسائل الإعلام، بحكم أنك صحفي يعني وقريب من ما يعني يعرض ويناقش في البرلمان، عن أي اتفاقية تحديدا وعن أي بنود تتحدث؟ هي اتفاقية مقر لمنظمة التنمية القطرية، وهي يعني اتفاقية تم امضاؤها من قبل وزير التعاون الدولي منذ سنة 2018. معروفة الاتفاقية، ولكن عن أي بنود يعني الخلفية؟ البنود يعني بنود، هي بنود فعلا تثير القلق على سيادة تونس، خاصة منها أنها تسمح لمثل هذه المنظمة أن تقوم بعملية امتلاك وتملك دون الرجوع إلى يعني القوانين المنظمة لها داخل تونس، وكذلك أن تقوم حتى بعمليات مالية دون رقابة مباشرة من يعني الدولة التونسية. كل هذه يعني البنود، خاصة منها البند 11 و12 من هذه الاتفاقية، هي بنود يعني تحيل إلى ترك بعض من سيادة تونس لصالح طرف أجنبي، وبذلك يعني عديد الفعاليات السياسية مثل يعني الحزب الحر الدستوري، كذلك مثل عديد يعني الجهات الأخرى
المعارضه مثل التيار الديمقراطي وكذلك حتى بعض النواب المستقلين مثل مبروك كوشيد الذي عبر عن انه سوف يستقيل من المجلس اذا مررت مثل هذه الاتفاقيه. هي مررت واليوم المعارضه تعد لتقرير كامل يعني للقيام ب يعني اعتراض لدى الهيئه الوقتيه لدراسه دستوريه مشاريع القوانين عفوا. والى اللقاء. شكرا جزيلا نزار مقني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التونسي، شكرا لك.